أشاد المدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو بالتطور اللافت والمتسارع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، منوها بنجاحها في مواجهة وتجاوز التحديات ووضع استراتيجية طموحة. جاء ذلك خلال مصادقة المملكة على لوائح الراديو الدولية الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات. Yeah, the cooperation between Saudi Arabia and ITU is excellent. For many years, Saudi Arabia supported our activities and sponsored a lot of meetings and make a lot of contribution to our conferences. And today, His Excellency Ambassador of Saudi Arabia come to present me the ratification of radio regulations. And the other day, I received a very important contribution from Saudi Arabia with their membership fee contributions, and to show that this is not something that not that important, but in my opinion, it's very important because Saudi Arabia's financial contributions is among the top 10 member states to support ITU activities. وفي اللقاء الذي جمع بين المندوب الدائم للمملكة والمدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، أكد المندوب أن المملكة تعطي الأولوية للنمو السريع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم الابتكار وتبني التقنيات ووضع محاور استراتيجية لتحفيز الاقتصاد الرقمي كجزء من رؤيتها 2030. في هذا اليوم أودعت نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية وثيقة تصديق انضمام المملكة إلى التعديلات التي تمت على لوائح الراديو الدولية، وهذا يأتي في ظل اهتمام المملكة بهذا الموضوع. أيضا أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشيد بالجهود التي تمت فيما يخص تنمية قطاع الاتصالات في المملكة بتوجيهات كريمة من القيادة في المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأيضا كذلك بمتابعة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في محافظ الهيئة معالي الدكتور محمد التميمي. حسب تقديرات المراقبين أن دبلوماسية المملكة العربية السعودية تشهد حراكا نشطا في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، استنادا على رؤية المملكة الطموحة 2030، مما جعل المملكة شريكا استراتيجيا وفاعلا في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. حراك نشط للدبلوماسية السعودية في أروقة منظمات الأمم المتحدة، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف.